أهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نتابع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد رطب الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية، لكن بالليل الجو هيكون معتدل رطب على السواحل الشمالية ومائل الحرارة على باقي الأنحاء. في كمان ارتفاع في معدلات الرطوبة بالنهار، وده هيزود الإحساس بالحرارة على عن المتوقع بحوالي درجتين لأربع درجات. كمان النهاردة في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي كمان فرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين. لمزيد من التفاصيل عن أخبار الطقس النهاردة معنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة بسنت، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بك يا دكتور. إيه آخر أخبار الطقس النهاردة، وهل في مازال ارتفاع في الرطوبة وزيادة الإحساس بالحرارة؟ بالفعل، يمكن احنا مع ارتفاعات نسب الرطوبة أو استمرار ارتفاعات نسب الرطوبة كمان اليوم هنبدأ في ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي من درجة لدرجتين عن قيم درجات الحرارة اللي كنا بنسجلها خلال الأيام الماضية، لأن من اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 35 درجة مئوية. يعني الأسبوع اللي جاي كله إن شاء الله هتكون ما بين 35 وال 36 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة اللي دايما بتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وهتكون درجة الحرارة المحسوسة توصل 39 و40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بالإضافة كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. العوامل دي كلها هتخلينا نحس بالطقس خلال فترة النهار إن الطقس الشديد الحرارة راتب على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال وجنوب الصعيد، وأيضا جنوب سيناء خلال فترة النهار. الأجواء على السواحل الشمالية هتكون أجواء حارة راتبة على سواحلنا الشمالية. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس طبعا نسب الرطوبة بترتفع، بيبقى فيه هدوء في سرعات الرياح، فبنحس أكتر بارتفاع نسب الرطوبة، ونحس بالأجواء المائلة للحرارة الرطبة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية. أيضا خلال الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل متوقع استمرار تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، مهم جدا ناخد بالنا منها. مع تكون الشبورة المائية بيكون في الساعات المتأخرة من الليل، يعني تقريبا الساعة 3 أو 4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا حتى الساعة 6 صباحا. بالإضافة كمان متوقع اليوم وغدا يكون في فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين. مع تكاثر السحب هيكون طبعا في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة الغير مؤثرة تماما على المناطق الموجودة في حلايب وشلاتين. زي ما بنقول احنا متوقع من غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، بالعكس كمان ان احنا غدا هيكون في ارتفاع آخر في درجات الحرارة. مهم جدا مع ارتفاعات درجات الحراره يمكن احنا بنلجا كمان للمناطق الساحليه، لان المناطق الساحليه بتعتبر اقل درجات حراره، لان متوسط درجات الحراره في المناطق المطله على البحر المتوسط بيكون ما بين ال 31 وال 32 درجه مئويه، المحسوسه بتوصل طبعا ل 35 درجه مئويه. مهم جدا ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر. الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فمهم جدا بقدر الإمكان نتجنب أشعة الشمس المباشرة، لأنها هتزود أكثر إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لا قدر الله تصيبنا بضربات الشمس والجهاد الحراري. فأنا لو مضطر أبقى موجود في الشارع في الوقت ده، دايما يبقى معايا غطاء لرأس شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. مهم جدا نرتدي ملابس فاتحة اللون قطنية بيضاء، ده هيساعد على عدم امتصاص أشعة الشمس. نتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل، ونثقف ازازه الميه تبقى موجوده في ايديا على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا. بالاضافه كمان بقدر الامكان نتواجد في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بارتفاع نسب الرطوبه. حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط معتدله تماما، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، هنقدر نستمتع ان شاء الله بالاجازه في المناطق الساحليه وكمان المناطق الداخليه، بس ناخد بالنا من النصائح اللي احنا قلناها. كل الشكر ليكي يا دكتورة منار، لكن خليك كمان أسأل حضرتك سؤال تاني، هل في أي ظواهر جوية تانية ممكن نتوقعها؟
يعني هو المستمر معانا على مدار الاسبوع القادم ان شاء الله هي فرص هبوط الامطار اللي هتستمر معانا غدا السبت على المناطق اللي موجوده في حلايب وشلاتين، وزي ما قلنا هي غير مؤثره. هنشهد في بعض الايام نشاط لرياح، نشاط الرياح ده ممكن تكون سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، لكنه هيختلف من منطقه لمنطقه. نشاط الرياح ده في فترات المساء تحديدا هيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، فبالتالي هنحس معاه بانخفاض في درجات الحراره، لكن هو ما بيستمرش باقي ساعات الليل، يعني هو بيكون في ساعات المساء الساعات الاولى من الليل فقط في الاوقات دي، وبعد كده بيحصل هدوء لسرعات الرياح. فاحنا خلال هذا الاسبوع ان شاء الله يمكن اليوم هنلاحظ نشاط الرياح في ساعات المساء ان شاء الله. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع ونتعرف مع حضراتكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده في المحافظات. القاهره العظمى 35، الصغرى 25، الاسكندريه 31 24، مطروح 30 24، سيوه 38 22، بورسعيد 32 25، دمياط 31 25، الإسماعيلية 36 24، أما السويس 35 24. العريش العظمى 32، الصغرى 24، طابة 35 26، كاترين 32 19، شرم الشيخ 39 29، الغردقة 37 28، الفيوم 36 25، بني سويف 36 25، المنيا 37 24. أسيوط العظمى 37، الصغرى 24، سوهاج 38 27، قنا 41 27، الأقصر 42 27، أسوان 42 29، الوادي الجديد 40 25، شلاتين 37 27، أما حلايب 34 28. كده نكون تابعنا أخبار الطقس بالتفصيل. بنتمنى من حضراتكم أنكم ما تنزلوش في وقت الظهر عشان الحماية ليكم والسلامة أكيد.